تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإعلامية الكويتية مي العيدان من برنامجها كشف الحساب تهاجم فيه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. وفي التفاصيل، أثنت العيدان في البداية على موهبة شيرين الغنائية مؤكدة أنها تتمتع بصوت رائع، وأضافت للأسف عقلها وتفكيرها لا يتناسبان مع حجم موهبتها ميسواش بصلة، وانتقدت زلات لسانها بعد وصف منتقديها في حفلها الأخير بالعوانس، وسخرت منها بالقول كأنها هي المرأة الوحيدة التي تزوجت، وبطريقة لا تخلو من التنمر وصفت ملامح شيرين بالفلبينية بس على ستايل، وتساءلت ما هو تصرفها إذا كانت في شكل ياسمين عبد العزيز أو سميرة سعيد. كما تنبأت العيدان بطلاق شيرين من زوجها الفنان المصري حسام حبيب بعد عامين، فهل تصدق التنبؤات؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.